بهدف تعزيز الجانب الفني والجمالي عند الطفل، أقيم مهرجان كبار صغار في مدرسة الشهيد لويد ميشيل، والذي تضمن فقرات فنية متنوعة ما بين العزف المنفرد والغناء والرسم والأشغال اليدوية. مهرجان كبار صغار، وهو لكل المراحل العمرية ما قبل الجامعي وحتى رياض الأطفال، بهدف دمج المنهاج ضمن خطة المهرجان نفسه من خلال توظيف مخرجات التعليم ضمن المنهاج بالمهرجان نفسه، إضافة أي عمليات ابتكار أو أفكار جديدة ملكة الإبداع والابتكار عند الأطفال نحاول نوظفها بالمنهاج، وبنفس الوقت ربط مدارس القطر كلياتها مع بعضها، المدارس العامة والخاصة، بتوظيفها كلياتها بهذا المهرجان. تتنوع الفعاليات ما بين موسيقية ورياضية، وبالإضافة إلى أعمال جماعية غنائية مع بعض الأعمال الفردية تتعلق في المجال الرياضي. هذا المهرجان عبارة عن لوحة فنية، ونحن نعلم أهمية الفن الذي هو نعتبره شكل من أشكال التعبير الإنساني، أن يستطيع فيه الطفل أن ينمي مواهبه ويظهر إبداعه. هدفه التعريف بالفنون الجميلة، إظهارها وإبرازها لحتى تبين وتعزز الفنون والمتعلمين اللي شاركوا بهذه الاحتفالية. اجتمعنا مع البنوتات الحلوات مشان نعمل فقرة لمهرجان صغار كبار، والفقرة بعنوان احكي لي احكي لي عن بلدي حكاية، مشان نعرف الأولاد عن اللادئية وعن جمالها. حقق حالة اجتماعية كتير حلوة وحالة إنسانية وموهبة للأطفال كتير حلو. مشاركة ممتعة وفرصة كتير كبيرة أني شارك بهيك مهرجان. شاركت بالفن، وهدفي من الفن أنه أطلع فنانة. شاركت بالمهرجان بمعرض الفن لأن كان هدفي أني أتعلم الرسم وأكون فنانة. أنا بحب الرسم كتير، وهدفي أني أطلع رسامة بالمستقبل. قدمت صور عن فصل الربيع، وهدفي من المشاركة أنه أصير رسامة بالمستقبل. الفقرة كتير حلوة وكتير انبسطنا بالتدريب. المهرجان سلط الضوء على مواهب وإبداعات الأطفال الفنية والعلمية والرياضية والغنائية، إضافة إلى العزف الفردي، وعكس روح التعاون الجماعي والألفة في المدرسة بين الكادرين الإداري والتعليمي.